هذه القضية قضية القضاء والقدر، مسألة القضاء والقدر، تجد عند هذا الإنسان أدب في التعامل مع الناس. بعض الناس يكسر كاسة، تجد الإنسان الذي عنده إشكالية في فهم القضاء أن الله قضى أن تنكسر، تجد هذا الإنسان يعنف عليك. لا أقول في العمد، الإنسان الذي عنده إيمان بالقضاء والقدر، إذا حصل حادث ولم يكن الآخر فعل هذا الفعل عمدا، لأن الذي تعمد ذلك آثم، تجد هذا الإنسان يقول قدر الله وقضى. بعض الناس يقتل بعض الناس فيقول هذا قضاء وقدر، لم أقصد قتله، خرجت الرصاصة من هذا السلاح. فتجد هذا الإنسان عنده سماح، عنده أدب في الحياة، لأنه يعلم أن هذا كله بأن هذا بقدر الله سبحانه وتعالى وبقضائه. كسرت كاسة، تعطل الثلاجة، تعطل هاتف، تعطل السيارة، تجد هذا الإنسان يقول قدر الله وما شاء فعل. أما إنسان لا يفهم هذه المسألة وغير مؤمن بهذه المسألة، يبدأ الآن يقول مثلا هذه الثلاجة صناعتها غير صحيحة، هذا السيارة يعني خربت بسبب أني أنا، هناك أسباب لا نختلف عليها، لكن تجد هذا الإنسان دائما في ثوران، في تسخط، في عدم أدب في التعامل مع الناس فيما قضى الله أن ينتهي ولم يكن متعمدا من الطرف الآخر.